متى تبدأ صلاة الإشراق وكذلك الضحى وكم عدد ركعاتها؟ صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، ارتفاع الشمس قيد رمح، ويمتد إلى أن تقف الشمس في وسط السماء فوق الرؤوس، حينئذ يدخل وقت النايم. ثم إذا زالت دخل وقت الظهر، فهناك فاصل بين وقت صلاة الضحى ووقت صلاة الظهر، وهو توسط الشمس في كبد السماء إذا كانت فوق الرؤوس، هذا ما هو محل صلاة، فإذا زالت دخل وقت الظهر.